رفع اليدين في الدعاء سنة، فلو دعا الإنسان بدون أن يرفع يديه ما عليه بأس، لكن الذي يرفع يديه أفضل، لأن يكون طبق السنة، مثل الذي يدعو ولا يستقبل القبلة دعاؤه صحيح، لكن مع استقبال القبلة أفضل. فهناك أشياء يسمونها مستحبات الدعاء، مثل رفع اليدين، مثل جعلهما إلى وجهه، طيب كما قال إذا دعوتم الله فاسألوه، إذا سألتم فاسألوا ببطونه كفكم ولا تسألوه بظهورها، طيب كذلك استقبال القبلة، كذلك أن يكون الإنسان على طهارة، يدعو الله تبارك وتعالى على طهارة، كذلك أن يدعو بجوامع الدعاء، كذلك أن يبدأ بالثناء، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يختار جوامع الكلم، هذه كل أشياء مستحبة، لكن لا تنافي أبدا قبول الدعاء. يعني قد الإنسان لا يفعل شيئا من ذلك مباشرة، اللهم اغفر لي وهو غير مستقبل القبلة، قد يغفر الله له ما في مانع أبدا، ولكن نقول الذي يتوضأ ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقدم ثناء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا لا شك أفضل، لكن ليس من شروط الدعاء ما ذكرته.